يشكو قضاء الدجيل وسامراء في صلاح الدين من غياب المياه الصالحة للشرب منذ عدة أسابيع، فيما تؤكد إدارة المحافظة تشكيل لجنة خاصة لإيجاد حل لهذه المشكلة. في مشهد لم يعهده المواطنون في صلاح الدين من قبل، تتجول تناكر المياه وسط الأحياء السكنية لبيع المياه على المنازل بعد أن انقطعت منذ أسابيع المياه الصالحة للشرب عن أحياء كبيرة في قضائي الدجيل وسامراء، جعلت أصحاب المنازل يضطرون شراء مياه التناكر لسد حاجتهم اليومية، الأمر الذي سبب حالة من الغضب والاستياء تجاه ما وصفوه بالإهمال من قبل الجهات المعنية. إذا راد يجينا مي، المي يجينا خابط وغير صالح لا للشرب ولا للغسول ولا لكل شيء. اليوم احنا كمواطنين متوجهين اكثر شيء على هاي المي التجاري اللي هو مي الاورا، يعني قاعد نستخدمه لبيوتنا، وقاعد مي رساله يعني للاربعة الفجر واحدنا قاعد دا ينتظر على مديت رستانكياته. الناس انتهت، يعني انا بالنسبه لي مشتري تنكر ب 35,000 بحيث اغسل بملابسي ونشرب من عنده مي تصفيه للفلاتر، يعني مشكله. والناس يعني انتهت، وضعها انتهت، احنا نريد نطالب ان يشوف لنا فتح حل، يعني اذا احنا هاي القضيه ما سيطرنا عليها لعد عليه من نسيطر. وبعد عده مناشدات من المواطنين للجهات الحكوميه في صلاح الدين للتحرك وانهاء معاناتهم مع انقطاع المياه في احيائهم، اكد محافظ صلاح الدين تشكيل لجنه خاصه لمتابعه المشكله وايجاد الحلول مع دائره المياه في المحافظه بعد ان تفاقمت في الكثير من مناطقها. احنا هسه وجهنا مدير الماء للمحافظه وايضا مدير ماء مدينه سامراء، راح يتوجهون الى الاحياء مباشره اللي بيها شحه مياه، والحلول اليوم راح نخليها هاي الحلول. ويرجع مختصون سبب شحه المياه الى انخفاض نسبه المياه في انهر البلاد، ما قد يعني انها قد تتكرر في اكثر من قضاء ومحافظه خلال الفتره المقبله. ويبقى المواطنون ينتظروا إجراءات حكومية علها تنتج إعادة ضخ المياه في الأنابيب الواصلة إلى المنازل بعد أن قطعت منذ أيام في العديد من الأحياء السكنية. من قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين، محمد ربيعي، الرابعة.